خالد، يعني لأول مرة يأتي التهديد لتركيا على لسان ترامب شخصيا، دلالة ذلك من وجهة نظر الأوساط السياسية الأمريكية؟ نعم سينار، يعني ذلك أن الأزمة الأمريكية التركية وصلت إلى أعلى معدلاتها من حيث السخونة والتراشق اللفظي. الرئيس ترامب نفسه وسبقه مايك بينس نائب الرئيس وأيضا سبقه مايك بومبيو وزير الخارجية، أركان الإدارة الأمريكية وعلى رأسهم دونالد ترامب يحذرون تركيا ويقولون إن عواقب وخيمة وعقوبات قاسية ستلحق بها إذا لم تفرج عن القس الأمريكي أندرو برونسون. هذه قضية. القضية الأخرى، لقى ذلك ترحابا لدى الأوساط التشريعية داخل الكونغرس. هناك عدد كبير من أعضاء الكونغرس رحبوا بتهديدات وكلام دونالد ترامب باتجاه تركيا، بل أن عددا منهم كان قد ذهب إلى تركيا خلال محاكمة القس برونسون منذ الأمس. إذا نحن أمام تصعيد كبير على أعلى المستويات من الولايات المتحدة الأمريكية. وبالمناسبة وصل هذا التهديد إلى قطع يعني برامج ائتمانية لتركيا من صندوق النقد الدولي، وأيضا كما كان من يومين يعني منع إعطاء تركيا المقاتلات راز F-35، ونص ذلك في يعني القانون الجديد لميزانية الدفاع لعام 2019. ولكن ليس هذا فقط هو أو هي أبعاد العلاقة الاستراتيجية ما بين الجانبين، هناك علاقات استراتيجية يصعب أن يعني يتم تفكيكها. تأثير مثل هذا التشابك على هذه الشراكة الاستراتيجية؟ صحيح سينار، يعني كلام مضبوط 100%، لأن الولايات المتحدة في تشابك للمصالح العسكرية والاستخباراتية والأمنية مع تركيا في ملفات عديدة، ليس فقط كونها عضوة في حلف الأطلسي ولكن أيضا في سوريا. هناك حديث متواصل بين الإدارة الأمريكية والإدارة التركية بشأن منبج وبشأن الأوضاع داخل الأراضي السورية وبشأن التنسيق العسكري الأمريكي التركي الذي كنا توقعناه من قبل في هذه المنطقة. وبالتالي هذا التشابك يصعب من الموقف وربما سيجمد كل العلاقات أو كل التنسيق القائم بين البلدين في هذا الإطار. طيب خالد، يعني هناك مساومة طرحها أردوغان، يعني القس مقابل فتح الله جولن، هل يمكن الاستجابة لهذه المبادلة؟ لن توافق الولايات المتحدة الأمريكية، ودونالد ترامب أعلن كثيرا أن القس يعني أندرو هو قس بريء ذهب إلى تركيا منذ أعوام من أجل أغراض إنسانية ودينية ولا علاقة له لا بالإرهاب ولا بالانقلاب ولا بالسياسة. وبالتالي إذا فكر ترامب أو حاول مقايضة القس الأمريكي مع فتح الله جولان، يعني أنه مقتنع بأن القس الأمريكي مذنب وهو لا يريد أن يذهب إلى هذه المنطقة ويريد الإفراج غير المشروط. وذكرت الإدارة الأمريكية أن فتح الله جولان هو موجود في الولايات المتحدة منذ عهد إدارة أوباما بقرار من المحكمة، وبالتالي لا يملك هو إبعاده ولا يملك المساومة على القس الأمريكي. نعم، إذن مراسل الغد خالد خيري من واشنطن، شكرا جزيلا لك.